احنا ان شاء الله في السيشن دي هنتكلم، تعتبر دي تاني سيشن، ان شاء الله هنتكلم على ايه، عن بقية السيركت بيزكس اللي احنا كنا قايلينها في اول السيشن اللي فاتت. احنا دلوقتي وقفنا عند البطاريات. احنا ايه هي انواع البطاريات اللي عندنا؟ اول حاجة في الكلاين. الكلاين يعني قروية، دي البطاريات اللي احنا بنستخدمها في التليفون الارض، ايه في الريموت، في الحاجات دي. طب ايه هي النومينال سيل فولتج؟ ده الفولت اللي بتطلعه السيل الواحد، سيل واحدة بتطلع 1.5 ايه فولت، ومن عيوبها انها نون ريتشارجبل، ما بتعيدش شحنها، بس ميزتها انها ايه ان اكسبنسيف. تاني حاجة هو الليد اسيد، هي البطارية بتاعت العربية بتاعتنا. السيل الواحدة بتطلع 2 فولت، بس احنا طبعا في العربية بيبقى في حدود 6 سيل، فتطلع 12 فولت. هي ميزتها برضو انها ريتشارجبل، طبعا احنا بنعيد شحن بطارية السيارة بتاعتنا، فهي 500 لـ 800 سايكل، يعني ممكن اعيدها ما بين 500 لـ 600 ايه سايكل ريتشارجبل، بس انا بنعيدها الريتشارجبل بتاعتها 500 لـ 600 ايه مرة، ما بين 500 و 800. بس من النوع اللي low energy density، بقى احنا اصلا الليد ما بتح... الليد اصلا ما بنحتاجش فيها ال energy density بتاعتها. بس اهم حاجة ميزة ليه، عشان طبعا نعرف نوصل الكهرباء للعربية، ان هو ايه deliver high ايه current. نيجي بقى الجزء الاخير هو الليثيوم ايون، ده اللي بنستخدمه، البطاريات دي بنستخدمها في الموبايلات المحمولة وهكذا. بيبقى السيل فولتج بتاعها ما بين 3.2 لـ 3.85، والريتشارج بتاعها طبعا بيبقى اعلى، ما بين 400 لـ 1200 سايكل، والهاي انرجي ايه دنسيتي بتاعتها دي لازم تبقى موجوده. احنا بقى بنستخدم بطاريات ايه، بطاريات اسمها اللايبو. البطاريات دي هي ده الشكل بتاع البطاريه. طب اشمعنى البطاريات دي وايه ميزتها؟ ندخل بقى على مميزاتها. اهم ميزة او من المميزات بتاعتها هو انها خفة وزنها، ان الوزن بتاعها خفيف، وفي نفس الوقت ممكن تتشكل باشكال واحجام عديدة. فده ميزتها في ايه، ان انا ممكن احطها في اي مكان عندي في الروبوت وما بتعمل ليش وزن، وفي نفس الوقت ممكن اعمل لها الشيب بتاعها اختاره زي ما انا عايز، عشان يساعدني في ايه في الديزاين بتاع الروبوت. تاني حاجة ان هو الكباسيتي بتاعتها عالية، فدي حاجة كويسة جدا، وفي نفس الوقت بتديني باور عالية كده، اللي انا محتاج في مواتير تحت انا عايز اباورها، فمحتاجة باور عالي عشان مثلا تحركني، او بيبقى في ميكانيزم عايز احركه. فطبعا البطاريات دي موفرة للجزء ده، والديسشارجبل ريت بتاعها عالي، فدي حاجة مميزة من المميزات المهمة جدا. والسل بتاعتها بيبقى 3.7 فولت. بس بقى من عيوبها ان هو مثلا اللايف تايم بتاعها بيبقى قليل، وكمان الافريج بتاع الريتشارجبل بتاعها بتاع السايكل ما بين 150 و 250، وفيها مواد كيميائية لازم نخلي بالنا في التعامل معاها، لان اي حركة غلط ممكن تسبب حريقة. تالت حاجة طبعا ان هو لازم اتذكر جدا في التشارجنج والديستشارجنج، لان اي غلطة في الشاحن بتاع البطارية ممكن تخلي البطارية تفرقع وتعمل مصايب. عشان كده انا بعمل ايه، باخد البطارية دي لازم اقيسها كل فترة عشان اعرف الفولت فيها كام. فانا اقيسها كل فترة ازاي، بيبقى في حاجة اسمها لايبو تيستر. لايبو تيستر ده بيقيس لي لما نيجي اوصله في الجزء الابيض اللي هنا ده، بيقيس لي الفولت بتاع ايه البطارية. احنا دلوقتي عرفنا ان البطارية اللايبو بتاعتنا هي دي اللي بنستخدمها ايه في بنستخدمها في معظم ايه شغلنا وفي الورش عندنا. طب لازم نعرف طبعا البيانات اللي محطوطة على البطارية بتاعتي، يعني ايه 45 سي، يعني ايه 5000 ملي امبير اور، و7.4 ده الرقم ده بيعبر عن ايه، والاتنين اس دي 2 اس دي بتعبر عن ايه. اول حاجة 2 اس دي بتعبر لي على عدد السيلز اللي عندي، يعني انت عندك 2 اس يعني عندك 2 سيلز، و 2 سيلز دول متوصلين ايه سيريز. واحنا قلنا قبل كده ان السيل الواحدة في اللايبو بتطلع كام، 3.7 فولت، اللي هو النومينال فولتج. النومينال فولتج هو الفولت اللي بتطلعه السيل الواحدة، فانت عندك السيل الواحدة 3.7 وعندك 2 سيل، فلما تيجي تضرب 2 × 3.7 تعالى لك كام، 7.4 ايه من 10. عرفنا دلوقتي 7.4 دول دي بتعبر ايه عن ايه.
اول حاجه قلناها اللي هو النومينال سيل فولتج، اللي هو الفولت اللي بتطلعه السيل الواحده. في حاجه اسمها امبير اور. امبير اور ده معناه ايه؟ ده الكاباسيتي، بمعنى ان انا دلوقتي الكرنت اللي انا ممكن اخده من البطاريه كونستانت، يعني الكرنت ده يعتبر كونستانت وفي نفس الوقت ايه لمده ساعه وبعدين يخلص. يعني دلوقتي عندي البطارية دي عندي 5000 ملي امبير اور، يعني البطارية ممكن اخد منها 5000 ملي امبير اور اللي هو 5 امبير لمدة ساعة كونستانت، اخد 5 امبير كونستانت لمدة ساعة وبعدين البطارية ايه تخلص. طب انا بستفيد من الموضوع ده ازاي؟ بستفيد ان انا بحسب اللايف ديوريشن بتاعي، ان انا دلوقتي عندي لود، اللود ده بيسحب كرنت 20 امبير، فانا دلوقتي عايز اعرف اللود ده البطارية دي هتقعد معايا قد ايه لحد ما تخلص. فشوف الكباستي بتاعتي اللي هي تعتبر في البطارية اللي احنا وضحناها 5 امبير في الساعة، واقسمها على الكرنت بتاع اللود اللي هو اللود محتاجه اللي هو 20 امبير، فبيطلع لي ايه؟ فبيطلع لي ربع ساعة. فانا دلوقتي يبقى انا عندي ربع ساعة، الربع ساعة دي هي هو الوقت اللي هقدر اشتغل باللود بتاعي لحد ما البطارية ايه تفضى. فده توضيح الجزء بتاع الامبير اور. طب في حاجة اسمها ايه؟ الباور كاباستي. ايه الباور كاباستي؟ اللي هو هتلاقيه في البطارية عندنا اللي هو وات اور اللي هو تحت ال 45 سي. طب ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن كميه الانرجي اللي متخزنه في البطاريه عندي. طب انا احسبها ازاي؟ عندي احسب الفولتج، الاوتبوت فولتج اللي عندي البطاريه بتطلعه في الكباستي بتاعتي، فبيطلع لي الوات اور ايه اللي عندي. في حاجة برضو اسمها سي ريت، ان انا دلوقتي في البطارية اللي فاضل فيها حاجة اسمها 45 سي. ايه ال 45 دي؟ ده السي ريت. طب السي ريت ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن التيار اللي انا ممكن اخده من البطارية وفي نفس الوقت بحافظ على العمر الافتراضي للبطارية بتاعتي. ان انا محتاج التيار ده، انا ممكن اسحب تيار قد ايه وفي نفس الوقت البطارية بتاعتي ايه متبوظش. طب انا السيفلي ديليفر كارنت ده انا احسبه ازاي؟ بجيب السي ريتنج بتاعي لو يعتبر في البطارية اللي احنا شفناها 45 في الكباستي بتاعتي، فطلع لي السيفلي ديليفر ايه كارنت. في حاجة تانية اسمها ايه؟ الاي ريت. الاي ريت ده زي ما في حاجة اسمها سي ريت، ده تبع كارنت، في الاي ريت تبع ايه؟ ديسشارج ايه باور، ان انا ممكن اسحب باور قد ايه وفي نفس الوقت الباور دي ما تأثرش على البطارية او في العمر الافتراضي ايه بتاعها. ان احنا زي ما اتكلمنا في الديس ادفانتج بتاعت البطارية ان هي مواد كيميائية، لو انا معرفتش اتعامل معاها بحرص والباور مثلا زادت عن المطلوب او الناتج من الايريت، المعادلة بتاعت الايريت برضو لا الباور دي البطارية ممكن تسبب لي ايه مشاكل كبيرة. طب في حاجه اسمها ايه؟ ريتشارجابيلتي. ايه ريتشارجابيلتي؟ هو عدد المرات اللي انا ممكن اشحن بيها البطاريه فل ريتشارج. يعني انا البطاريه فلت انا ممكن اشحنها تاني، فدي بيحدد لي عدد المرات اللي انا ممكن اشحن فيها ايه البطاريه. وفي حاجه برضو وضحناها لما كنا بنشرح انواع البطاريات هو ايه السايكل لايف. يعني انا ممكن اشحن او اعمل تشارج ديسشارج البطاريه دي كم مره، فده برضو اللي بيتعبر بيه ايه السايكل ايه. وانا دلوقتي احنا عرفنا خلاص انواع البطاريات وعرفنا انواع الكومبوننت. انا دلوقتي عايز اقيس بقى الفولت الموجود في السيركت بتاعتي، عايز اقيس الكرنت اللي عندي، عايز اشوف المقاومه دي البارل بتاعها كام وهكذا. فبيبقى فيه طبعا دي طريقتين، الثيوريتيكال الحاجات اللي هي بتبقى نظريه ودي حاجات احنا عارفينها طبعا، والبراكتيكال. ندخل على الثيوريتيكال كده بسرعه، ان هو اومز لو، احنا دلوقتي عارفين طبعا اومز لو اللي هو في رسمه لطيفه دي جمع لي الدنيا كلها، ادي الفولت اهو في بتساوي اي في ار، او ممكن نستخدم الباور هنا البي على اي جيب لي الفي او الجذر البي في ار. ونفس الموجود نفس الموضوع في الكرنت، شوف برضو القوانين بتاعته، ونفس الموضوع في الباور، ونفس الموضوع في ايه في التيار. بعد دلوقتي عايز اشوف الكي في ال. ايه هو الكي في ال؟ الكي في ال هو ان انا لما عندي دايره شبه كده وعايز اشوف التيار فيها او الفولت اللي فيها، فانا بعمل لوب
ففي حاجة اسمها لوب كده، ان انا اللوب دي المفروض يعني ان هي لما اجمع الفولتات اللي فيها بيطلع لي ايه صفر. وفي حاجة اسمها نود، النود دي المفروض ان انا بتربط لي ما بين برانش برانش وكذا برانش، فدي بتستخدمها في الكي سي ال اكتر، انما في اللوب انا بستخدم كي في ال ايه اكتر. فعندي هنا مثال، يعني انا عندي دايرة شبه دي، انا بدورت على لوب 1، انا عندي ايه اللوب ماشي كده، فجبت هنا 10 فولت، يعني هنا سالب 10 فولت، وبعدين ها 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 جبنا هنا ايه الكرنت اي 1 في ار 1 اللي هو اي 1 في ار 1، والمقاومة التانية هنا ايه ار 3 في اي 3 بتساوي صفر. المفروض يعني طبعا 10 دي تروح هناك، ونفس اللوب في 2، وبعدين جبت في 3، فجبت ايه 3 معادلات في 3 مجاهيل، فنعرف نجيب ايه اي 1 واي 2 واي 3. كيس ال بقى طبعا اللي هو الجزء بتاع النود، ان مجموع التيارات اللي داخله في النود لازم بيساوي مجموع التيارات ايه اللي خارجه، فعشان طبعا الخارج هنا 5 و4 وداخل 1 و2 و3، فلازم يبقى مجموعهم ايه 4. فولتج ديفايدر، ان احنا يبقى عندي هنا فولت مثلا 1 فولت، ويبقى عندي هنا جراوند، وعايز اشوف الفولت هنا عليها كام. فلما تيجي نحسبها ال VN مثلا هنا 1 في ال R2 اللي هي الار اللي انا عايزها مثلا 80 على ار 1 ال 2 زائد 20 زائد 80 اللي هو تعتبر ايه 8 من 10. فانت عندك او في ان، فيعتبر في اوت بيساوي 8 من 10 ايه في ان، اللي هو بيساوي ايه 8 من 10 ايه فولت. فده القانون اللي احنا بنشتغل فيه فولتج ديفايدر. ده كده في الجزء بتاع الثيوريتيكال. انا دلوقتي دخلت على البراكتيكال. البراكتيكال ايه تستخدم الايه الافوميتر. دلوقتي بقى احنا عندنا الافوميتر هو متقسم ايه، متقسم كذا ديفيجن. ديفيجن مثلا اللي على اليمين ده، ده بيشرح ده مسؤول عن الفولتج ايه الدي سي. طب عند الديفيجن اللي تحت ده مسؤول عن الفولت ايه الاي سي. طب الديفيجن على الشمال ده مسؤول عن المقاومات، وهنا في حاجه اسمها بازر، ده بيشوف لك هو في شورت سيركت ولا لا، والجزء اللي تحت ده بيقيس ايه الامبير. فالمفروض ان انا دلوقتي لو محتاج مثلا اقيس فولت، فبحرك المؤشر ده مثلا على اليمين. بس انا لازم برضو تخلي بالي في ايه، ان انا دلوقتي لو عندي بطارية مكتوب عليها 9 فولت وعايز اقيسها، فمثلا لو عملت الديفيجن ده على 2 وقيسها هتلاقيها مصفرة. طب ازاي؟ هل البطارية غلط ولا كده؟ لا، انت عندك البطارية المفروض ان هي 9 فولت، فانت جايب له 2 فولت، فلا مش هيقيسها صح. فلما تجيب له 20 وتقيس البطارية تلاقيها ايه لا دي تمام، دي قايسة 9. فلازم تبقى تخلي بالك برضو انت في انهي ديفيجن، والبطارية اللي معاك دي ممكن تسيع قد ايه وهكذا. طب دلوقتي انا الاماكن اللي تحت دي ايه، دي اماكن البروبات. الكم ده على طول بيبقى لازم يتحط فيه ايه الاسود، والاحمر هو بيبقى مثلا بيتحط هنا عشان يقيس الامبير ملي امبير والفولت والمقاومه وكده. طب المكان ده ايه، انا دلوقتي الامبير بتاعي طلع اكتر من ملي امبير، او طلع من اكتر من 2 ملي امبير، او طلع اكتر من 200 ملي امبير، فانا عايز اقيس تيار اعلى. عشان اقيس تيار اعلى فبشيل البروب الاحمر من هنا واوصله لكام، لل10 ايه امبير. دي مثال ان انا ازاي اقيس المقاومه، جبتها في الديفيجن بتاع المقاومه اهو، ورحت موصلها كبارلل للمقاومه في ايه في اس المقاومه. ونفس الموضوع برضو لو ما عايز اقيس الفولت، ده الافوميتر طبعا عشان بيقيس لي ايه الكرنت. الكرنت لما يتقاس لازم يتقاس سيريز، ما ينفعش يتقاس بارلل، لان انا كده لو قست بارلل يبقى انا كاني عملت شورت سيركت في الدايره، فانا كده ممكن ابوظ الافو بتاعي اصلا. فلا لازم اخلي بالي، فانا لازم اوصل الكرنت عشان اقيس الاف واقيس كرنت لازم اوصله ايه سيريز. في بقى كذا كومبوننت لازم تبقى عارفينها، يعني مثلا حاجه عامله زي البريد بورد. البريد بورد دي المفروض ان احنا بنستخدمها عشان عايزين نجرب حاجه وكده. فانت عندك الخمس نقط دي او 5 نودز دول يعتبروا نود واحده، واللي تحتيها هكذا وهكذا. فانت مثلا لو وصلت النقطة هنا بالنقطة هنا، فانت كده وصلت الخمسة دول بالخمسة دول. طب انت عندك هنا في احمر وازرق، الازرق دول كلهم متوصلين ببعض، الاحمر دول متوصلين ببعض، بس فين في البريد بورد دي؟ طب البريد بورد دي لا، في فاصل كده،
فاحنا ممكن نجيب ايه؟ ممكن نجيب اسلاك 0 اوم او اسلاك عادية، اوصل نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، في ايه؟ فكأني وصلت ايه الصف ايه ده كله. ندخل بقى على حاجة السويتشات. السويتشات دي تعتبر من أهم الحاجات اللي احنا ايه بنستخدمها، فلازم تبقى عارف أنواع السويتشات وكل نوع ده سنجل بول ولا سنجل ثرو وهكذا. يعني ايه سنجل بول سنجل ثرو أصلا؟ لما تيجي تشوف كده أنواع السويتشات هتلاقي في حاجة اسمها سنجل بول سنجل ثرو SBST. SB يعني سنجل بول اللي هو مدخل واحد، وسنجل ثرو اللي هو ايه مخرج واحد، وبيبقى فيه أشكال كمان، يعني مثلا شكل شبه كده وفي شكل شبه كده في الاي سويتش. طب انا عندي لا دبل بول سنجل ثرو، ان هو عندي مدخلين ولكن ده يعتبر الاثنين دول مين في نقطة هنا وايه ومخرج واحد. يعني ازاي يعني عشان تبقى واضحة برضو ان هي الحتة دي كده يعتبر ملمومة كده متوصلة كده، فكده مدخلين ومخرج ايه واحد، وفي نفس الوقت هنا انا عندي دبل في مدخلين هنا، ولكن ده يعتبر كايه سنجل ثرو مخرج واحد. هنا بقى سنجل بول دبل ثرو، ان انا عندي هنا مدخل واحد ولكن في مخرجين، الاتنين دول مش متوصلين، ده مخرج في حاجه وده مخرج في حاجه، ده بيوصل لدايره ده بيوصل لدايره. وهنا نفس الموضوع، هنا سنجل بول سنجل ثرو برضه، ده يعتبر كان ايه متوصل الاتنين دول كده. في بقى ايه دبل بول دبل ثرو، ده المخرجين ومدخلين ومخرجين. يعني هو هنا كده عشان تشوف تتشاف، هنا كده مدخلين وهنا ايه مخرجين، يعني كده ده مخرج وده كده ايه مخرج، نفس الموضوع ايه في الشكل ده. دلوقتي بقى انا شغال بلوتوث، انا عايز اجيب اشوف السويتشات، فدوس طبعا على البي عشان اجيب الكومبوننت بتاعتي، هكتب سويتش فطلع لي مثلا السويتش ده. انا بدور على سويتش معين، مثلا فين بداية السويتشات، في ده دب سويتش، لا انا مش عايز الدب سويتش، فانا ممكن انزل في سويتش اهو، ده يعتبر دبل بول دبل ثرو، لا انا عايز سنجل بول سنجل ثرو مثلا. بنزل بشوف مثلا ده ايه سنجل بول دبل ثرو، لا انا عايز سنجل بول سنجل ثرو. بص عليه كده، انا كده جبت ايه سنجل بول سنجل ثرو. طب انا عايز احطه في دايره، فاجيب ريزيستر دي كده هما، عايز اجيب بطاريه باتري هي كده بطاريه، اوصل الحاجه دي كلها ببعض ونجيب التميتر بتاعنا ده، أو نسيب التميتر مثلا، بقيس الفولت على المقاومة دي مثلا، وبعدين عملنا ايه ستار سيميليشن. فانا ايه السويتش مفتوح فمفيش فولت، لما تيجي نشغله طلع ايه الفولت اشتغل، فده كأنه ايه بتجرب السويتش ده كده سنجل بول ايه سنجل ثرو. نجرب بقى ايه نعرف انواع السويتشات. في ده البوش بوتن، ده السيمبل بتاعه وده الشكل بتاعه الحقيقي، ده الامرجنسي سويتش، ده المفروض ان هو نستخدمه في الامرجنسي، ان هو بيتلف يعني ده الاتجاه ده بيتلف وبيطلع لفوق، ولما تيجي حصل اي مشكلة او كده فبيضغط عليه، الضغط عليه بيقفل على طول. ده الدب سويتش الليمت سويتش، وده يعتبر من السويتشات اللي بتعمل حاجة اسمها باونسنج. باونسنج ان هو بيطلع لك كده حاجة عامل زي سباركس كده، فالسباركس دي بتأثر على السيجنال بتاعتك، فدي احنا ان شاء الله هناخدها في الفيديوهات قدام، ان هو ازاي اعالج الباونسنج ده بدائرة اسمها الدي باونسنج. سلايدر سويتش والتوجل سويتش، حاجة اسمها الريد سويتش. الريد سويتش ده هي حدتين كده، انا لو قربت منهم مثلا مغناطيس، المغناطيس ده بيسحب او مش بيسحب، بيقرب ناحية الحديدة لحديدة تانية، فايه بيلمسوا بعض. في بقى السويتش ده وخليته في الاخر هو الريلاي سويتش. الريلاي سويتش ده يعتبر الكتروميكانيكال سويتش، بمعنى ان هو بياخد سيجنال الكتريكال
وبيقوم بعملية ميكانيكال. ازاي؟ ان انا دلوقتي عندي الرسمة دي، ده مثلا زي مايكروويف، انا دلوقتي موصل ده 5 فولت، 5 فولت ده موصله بايه؟ بكويل. الكويل ده لما وصل فيه الكرنت، الكرنت بيولد عنده ايه؟ ماجنتيك فيلد، يعني زي ما قلنا ان هو الملف بينتج عنه الكتريك فيلد. فدلوقتي انت عندك ايه؟ حتة حديدة ايه متعلقة فوق بايه؟ بسبرينج. لما تيجي تجذبها فانت عندك هي متوصلة فوق، لما تيجي بقى تجذبها فهيوصلها ايه؟ لتحت، فالدايرة هتكمل. الدايرة هتلاقيها ايه؟ كملت، اللي هي الدايرة اللي فوق دي بس عشان توصل ايه؟ الالكتريكال سيجنال اللي بتولد عنها ماجنتيك فيلد عشان تقفل. انما الدايرة الأساسية بتاعتنا ايه؟ الدايرة اللي فوق. لما تيجي كده تمشي ورا الدايرة، لما تلاقي الحديدة نزلت تحت هتلاقي الدايرة ايه؟ قفلت، فساعتها الميكرويف ايه؟ هيشتغل. طب التركيب الداخلي بقى بتاع الريلي ده ازاي؟ عندك دلوقتي الكومن ده يعتبر الكومن اللي هو ده اللي يعتبر الجزء الأساسي، اللي هو الجزء اللي انت بتوصله ايه بالدايرة، اللي هو يعتبر الجزء ايه؟ الجزء ده كده، الجزء ده اللي هو متوصل ايه بالدايرة. الجزء التاني بقى ايه؟ ان هو في النورمال كلوزد اللي هو يعتبر زي الجزء اللي فوق ده هو متوصل اهو، ده المفروض ان الجزء بتاع كومن وده ايه متوصل، ده النورمالي كلوزد. لما تيجي بقى ده الملف الجزء الاصفر ده الملف، لما تعدي كارنت في الملف ده فبيسحب الحديده دي، لما تيجي تسحب الحديده دي هتلاقي الجزء اللي متوصل في النورمال كلوزد بقى متوصل بايه؟ بالنورمال اوبن. فساعتها دي بقى شبه الحته دي لما يجي متوصل في ايه؟ فهيقفل لي ايه؟